أكثر المتفائلين والمتتبعين للشأن الرياضي المغربي لم يتوقعوا وصول نادي الوداد الرياضي للمباراة النهائية برسم منافسات عصبة الأبطال الإفريقية، نظراً للبداية المتعثرة على مستوى الانتدابات وغياب لاعبين بتجربة عالية مقارنة مع نادي الأهلي المصري. سلاح وليد الركراكي كان أولاً وأخيراً مساندة الجمهور الودادي حينما قال: أحسن انتداب هذا الموسم هو عودة الجماهير للمدرجات. الصبر والعزيمة والبحث عن حلول فعالة لهز شباك الخصوم، غريطة تاريخية في أقوى المباريات الإقصائية، ودعم كبير من المكتب المسير لنادي الوداد، الفعالية والابتعاد عن الأداء الفرجوي من معايير الأساسية للإطار الوطني وليد الركراكي الذي غير عقلية اللاعب الودادي لوضع أولوية قصوى تتجلى في حصد الألقاب القتالية إلى آخر دقيقة من عمر اللقاء، واستغلال نقاط ضعف فريق تفنن في وضع شكاوي للاتحاد الإفريقي وأهمل دور اللاعب داخل رقعة الميدان. الإعداد البدني الجيد والتركيز أمام الخصم عوامل لعبت دورا مهما في التتويج باللقب الإفريقي. أخطاء موسيماني رصدها محللين مصريين، أبرزها اعتماد الأهلي على الكرات العالية، الأخطاء الدفاعية المتكررة، تواضع أداء عدد من اللاعبين، إدراجهم في أزمة ملعب نهائي عصبة الأبطال بالدار البيضاء. ألف ألف مبروك لكرة القدم المغربية وللجماهير الودادية.